حيث وقعت مصر اتفاقا مع سكاتك النرويجية لإقامة محطة لطاقة الرياح غربية سوهاج باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار. وأفاد مجلس الوزراء المصري في بيان أن القدرة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 5 جيجاوات من الكهرباء سنويا، وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.